السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة لا بوزيتيف. معكم إيمان أنوار تازي نوتريسيونيست كوزميتولوج إلى بغونتين. ألوغ فيديو ديال اليوم الناس اللي كيعشقوا الديفيرين وإما ما بقاوش لقاوها وإما استعملوها وسبت لهم شي تحسس. ألوغ كنتوا بزاف كتطلبوا البدائل وبغيت لكم شي بديل اللي يكون رخيص ومزيان، مهم مزيان وتقدروا تزعموا عليه. غير هو هاد الفيديو ديال اليوم ما كيخص النساء الحوامل وما تيخص النساء المرضعات، لان فيتامين ا والمشتقات ديالو لي برودوي اللي تيكونوا منه منوعين على لي فام اونسينت و لي فام اليتونت. الوغ حنا بغيت نجيب لكم سورتو ان نجيب لكم شي حاجه اللي فيها شي حاجه من مشتقات فيتامين ا وتكون من واحد لا مارك اللي كتسولوا عليها بزاف. هاد لا مارك هادي هي دي اوردينري. نتوما عارفين انها عامله دابا ضجه في لي ريزو سوسيو في العالم كامل. علاش؟ لان سي اون مارك اللي شوفوا هما ما خدموش على الباكاجين وعلى الزواق، داروا واحد لومبالاج اللي مينيماليست بحال داكشي ديال شغل لي لابوغاتوار، يعني بحال كتاخذوا شي برودوي من لابوغاتوار بغيتو يعني بحال داكشي ديال لي ماتيير بروميير ديال لي لابو، وهذا يعني مينيماليست ما خسروش بزاف في الزواق على برا، مي لانفيستيسمون كان في لي ماتيير بروميير، يعني ولا في لي زاكتيف. سورتو هما كيخدموا لي زاكتيف وداروا بزاف ديال لي برودوي منوعين حسب المشكل اللي عندك، حسب البوزوان اللي عندك، وهذه شي حاجه اللي زوينه. سورتو ان ما طلعوش الثمن، يعني عملوا واحد الثمن جد مناسب، ولاني هي دابا هاد الماركه كنديه دونك فعلى برا راه الثمن مناسب. اون فوا تيدخل المغرب راه شويه غادي يزيدوا شويه ديال الثمن، راه كيكونوا عندهم دي شارج باش كيجيبوا. ولاني كنطلبوا الناس اللي كيعاودوا يدخلوا بحال هاد لي مارك هادي يديروا شويه ديال شويه، يعني ما يزيدوش بزاف باش الناس كوم سا يزعموا. دونك راه كتلقاو هاد لا مارك هادي باغ انترنيت، راه كتباع في انستغرام، راه كتباع، دونك راه كاينه، راه داخله بزاف. واخا باش تقولوا لي شكون، يعني كنعرف ما كنعرف حتى شي واحد اللي كيدخل هاد الماركه اللي زعما تنثق فيه ولا نثق في التعامل ديالو. انا غنرشح لكم برودوي غنهضر لكم عليه وانتم غادي تقلبوا بالمعرفه ديالكم ونصحوا بعضياتكم تاخذوه. واخا دابا هاد البرودوي هذا كما قلت لكم هو بديل للديفيرين، ياك؟ البرودوي هو ان سيروم، السميه ديالو ها هو نتوما كتشوفوا الصوره، السميه ديالو هو غران اكتيف غيتينويد، اما تيكون 2% ولا تيكون 5% ان سكالان. انا غنشرح لكم علاش هاد السميه ونشرح لكم بزاف ديال الحوايج. ديجا هو ما فيش الماء، يعني تركيبه غير مائيه، ووتر فري، الكول فري، يعني ما فيش الكول، فيغان، تركيبه زيتيه. علاش؟ لان سوبور هو سكالان. سكالان ديجا هو واحد الماده اللي كاينه في لو سيبوم، كاينه في لو فيلم هيدرو ليبيديك، فداك عرفتي ديما كنهضر لكم على واحد الشريط الواقي اللي تيحمي لينا البشره ديالنا، بالمكونات ديالو كاين هاد لو سكالان. هاد سكالان هذا الاستخلاص ديالو هنا في هاد البرودوي هنايا اللي مستعملينه نباتي مستخلص من زيت الزيتون. دونك زيت الزيتون حتى هو في هاد الماده هادي، دونك سوبور يعني الماده المذيبه، الماده اللي غيتحطوا فيها لي زاكتيف هي السكالان، ومزيد عليها واحد شويه ديال زيت الجوجوبا. نتوما عارفين انا زيت الجوجوبا من الزيوت اللي كتعجبني بزاف، فيكو هو هاد الزيت كيشبه في التركيبه الكيميائيه ديالو للتركيبه ديال لو سيبوم، وبالتالي فهو كيخدم بزاف ديال الخصائص وكيخدم على جميع انواع البشرات، وبالتالي فهو زيت جد مناسب للبشره الدهنيه. وعاد عاود كتلقى مستخلصات بحال مستخلص ديال المطيشه. المهم الماده الاساسيه واللي كتهمنا في هاد لو سيروم هذا هو الغران اكتيف ريتينويد. هاد الغران اكتيف ريتينويد هي الاسم التجاري ديال المركب، ولكن الاسم العلمي هو ليدروكسي بيناكولون ريتينويد. هذا هو الاسم العلمي ديالو، ليدروكسي بيناكولون ريتينويد ولا HPR. HPR دونك غادي نعرفوا شنو هو هاد المركب هذا. شوفوا غتعرفوا شنو هو هاد المركب وتعرفوا علاش كيصلح، وتعرفوا الفرق بينه ما بين مركبات اخرى اللي من عائله فيتامين ا، وتعرفوا السيروم ككل علاش كيصلح باش الا بغيتو تمشيو تاخذوه غتاخذوه وانتوما جد جد مقتنعين.
هاد المادة هادي سي ان استر داسيد ريتينويك كتخدم بحال تريتينوين ولا الريتين أ، ولكن كتكون شوية ألطف منه. يعني هي هاد المادة هادي ألطف منه على البشرة، هي من مشتقات فيتامين أ بيان سور، دونك كتكون شوية ألطف على البشرة، وبالتالي الاحتمال أنها كتسبب تحسس كيكون اقل. ولكن دائما اي برودوي كوزميتيك اون جينيرال سورتو هادو اللي تيكونوا فيهم لي زاكتيف اللي كيكونوا قويين، ولا اللي تيكونوا لي زاسيد دي فروي، ولا كيكون بزاف ديال لي زاكتيف اللي يقدروا يسبوا تحسس البشره ديالك، فرد معاهم ردي معاهم البال، وديما عملي داك لو تيست كوتاني، تتعملي واحد شويه هنا شويه، وتتحطي غير شويه، وتعاودي تمشي تغسلي وبالتدريج، لان يقدر يسبب لك تهيج البشره. المهم هما هنا في هاد التركيبه نسيت راه عاملين واحد الماده اللي هذيك الماده بحال مهدئه، هي مستخلصه من البابونج، وهي كتستعمل بزاف في لي برودوي اللي كيكونوا خاصين بالبشره الحساسه. دونك هاد الماده هادي مستعملينها هنايا في هاد لو سيروم هذا، باش يعني تهد حتى الا كانت شي اريتاسيون، الا كانت شي رياكسيون كوتاني تقدر تهدئها. ولكن راه ماشي كاع انواع البشره كيتعاملوا نفس التعامل زعما فيزافي لواحد الكومبوزون، ولا فيزافي زعما لواحد الماتيير اكس، ولا واحد البرودوي اكس، ولا واحد المركب اكس، ماشي كنا بحال كنتعاملوا معاها. دونك بالنسبه لهاد البرودوي هذا كما قلت لكم، هاد المركب هذا هو واحد المركب اللي ممتاز، لانه اولا الطف على البشره، وثانيا لا بينيتراسيون ديالو دغيا كيدخل للجلد، دغيا كيخدم في لي رياكسيون، كيبدا في دوك لي رياكسيون باش يعطينا داك لي في اونتياج. ديما انا كنت قلت لكم شحال هذه اللي عقلتو ان احسن لي برودوي اونتياج هما اللي كيكون ديجا داخل معاهم، يعني في المكونات ديالهم فيتامين ا ولا شي واحد من المشتقات ديالو. علاش؟ لانهم كيخدموا لينا على لابو ديالنا، وهما هنايا يعني في هاد لو سيروم هذا ماشي غير داك لي في اونتياج اللي كان يعني غياخروا لينا ظهور التجاعيد، الا كانوا دوك لي ريديول الرقاق شويه ما كيبقاوش يبانوا بزاف. وعاد حاجه اخرى ان كاين من هاد يعني من المميزات ان حتى داك اللي كيعطي واحد لو طون زوين، وحتى دوك لي سيكاتريس اللي كيكونوا ماشي عاود لي سيكاتريس اللي كيكونوا باينين، مي دي طاش اللي كيكونوا خفاف د الحبوب، ولا شي طاش هكذا ماشي كلف، المهم دي طاش بغيون خفاف، فهو كيخدم عليهم. وعاد لي بور كي يعني بحال الشكل اللي كنت شرحت لكم تماما ديال الديفيرين تقريبا لا ميم شوز. هذا شويه خف منها في يعني في التاثير ديالهم على البشره، وديجا بحال هاد لانغريديون هذا غادي يبدا يدخل بزاف عاوتاني مستقبلا في لي برودوي كوزميتيك، لان فريمون كاين واحد الارتياح ليه. دونك بالنسبه ليا هاد لو برودوي هذا اولا هاد لو سيروم هذا نجحات دي اوردينري انها تصايبو بواحد الشكل زوين، بواحد الشكل مخدوم، واحد التركيبه صراحه لي زوينه. كتجمع ما بين مواد مطريه اولا مرطبه بحال السكالانو والجوجوبا، وكتجمع ما بين ماده جد فعاله، وكتجمع ما بين وماده اللي مهدئه وابيزونت. دونك الناس اللي تيقلبوا على لي سيروم اونتياج مثلا ديال دي اوردينري بحال هذا بواحد الثمن، مهم هو على برا تقريبا تساوي شي 100 درهم، ما عرفتش شحال غادي يزيدوا عليكم هنايا، ولكن كيبقى مثلا الناس اللي عايشين على برا سورتو الناس ديال كندا بحال هاد لو برودوي خذو، سورتو انه فيه مراكبات مزيانه وامن، يعني كيجمع جوج الحوايج. انا ما بغيتش ننصحكم انكم تاخذوا السيروم ديال نفس لا مارك ديال فيتامين ا ولا ديال الريتينول. علاش؟ لان هو فيه نفس التركيبه، ولكن جاوا حطوا واحد المضاد تزنخ، يعني باش دوك الزيت ما يعطيش ديك الريحه ديال الغونسيسمون ديال الزيت ملي كيقدام ولا هذا، فحطوا واحد المضاد التزنخ اللي هو البي اتش تي. هذا المضاد التزنخ هو اللي داير مشكل في التركيبه، دونك هو اللي ما ننصحوش به. والمركب الاخر اولا البرودوي اولا السيروم الاخر
احسن منه. هاد لامارك هادي عامله سيرومات اخرين، غادي نحاول مره مره ما جي عاوتاني نهضر عليهم حسب زعما اللي كطلبوهم نتوما بزاف ولا اللي كتحتاجو لهم بزاف، ونشوفوهم واش مناسبين لكم واش غير مناسبين، واش الدمج ما بين المكونات في داك السيروم واش غتفيدكم ولا لا. بحال مثلا وقيله هو كنت شفت السيروم ديال لاسيد ديالورونيك ديالو ما عجبنيش، لان خدام بالماكرو موليكول، يعني دوك لي موليكول الكبارين. ديجا راه كاين واحد لا مارك عرفتي عامله في عامله بزاف ديال لي طاي ديال لاسيد ديالورونيك بزاف عاملاهم، وهذوك فوالا دي اورديناري هو اللي عامل لاسيد ديالورونيك كبير، دونك ما كيبقى مرطب، ولكن كبير بزاف بارابور ا دوتر برودوي. وعاود كما قلت لكم كاينين دي مارك دابا خدامين بزاف ديال لي طاي ديال لاسيد ديالورونيك، باش ما امكن يحاولوا يدخل لداخل باش يعطي مزيان داك لي في ايدغاتون روبولبون. ايدغاتون راه ديما غيكون، لانه راه كيبقى يعني على السطح راه غيعطي ليدغاتاسيون، مي باش ديجا يدخل شويه ويخدم على الداخل. دونك بالنسبه لهاد لو سيروم كيما شرط امين ممتاز عفوا، تركيبه مزيانه وكلشي فيه مزيان، ممكن انكم تاخذوه بدون اي مشاكل. كان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، شكرا على حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم على خير فيديو مقبل ان شاء الله. الى ذلك الحين كنقول لكم خليت لكم الراحه.